عايزه اعمل عندي شويه رز بقى وعندي حته لحمه مفرومه قد ربع كيلو كده، عايزه اعمل منهم كفته. ازاي؟ بصوا بقى، عندي هنا رز، انا بقى مني مثلا 3 كوبايات حوالي يعني، اهو البوله دي. طبعا انت تبقى معيار زي ما انت عايزه. فين البيض بتاع ده؟ عندي بدايه هنا و هنمشي بقى الحال ونشوف. تمام، هاخد بقى رز بايت، عندي لحمه مفرومه، بصلايه مبشوره، شويه بقدونس، ملح وفلفل، قرفه، جنزبيل، كاني بعمل كفته عاديه خالص، بس هعجنهم ببيضه. بس هعجنهم بايه؟ ببيضه. ازاي؟ نقول بسم الله. اجيب بس جوانتي تاني معلش، عشان هعجن كويس، او اعمله في الكبه بس ما تعجنوش قوي، انا مش عايزه معالم الرز كلها تروح. يا اما عجنيهم بايديكي، يعني يا بايديكي يا اما عايزه تخلطيهم كلهم بالكبه زي ما انت عايزه. تمام كده؟ هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي. انا سامعه الرز الميه، حبه الميه اللي حطاهم بيغلوا، اوطي قوي واسيبها. لا انا هعجنها ولا انا هخليه ان هو يبقى ناشف او يتحرق مني من ارضيه الايه الحله. هناخد بقى الرز، شويه رز كده مثلا كده اهي ماشي، دول حوالي ايه يعني داخلين في 3 كوبايات من الرز المستوي، عليهم بقى شويه بقدونس، بصلايه مفرومه مبشوره، بصلايه ايه مبشوره، شويه جنزبيل، شويه قرفه، سنه ملح بسيطه. خلي بالك الرز انه مملح، ده مستوي عادي خالص وفي كل حاجه، انا بشحن اللحمه، وسنه فلفل اسود، وهعجنهم بالبيضه. تمام كده اهو. اللحمه بقى عليها ربع كيلو اللحمه، انا حته لحمه صغيره خالص اللي انا حطاها حوالي ربع كيلو، واعجن ادخل بقى ده كله ايه جوه بعضه بالشكل ده اهي. صينيه، واجي بقى هنا ابدا اصبع الكفته. تصبعيها عادي خالص كانك بتعملي كفته عاديه اهي، التصبيعه العاديه دي. تمام، تتقدم على بقدونس، ما اجي احطها في الزيت بس بدحرجها كده في الزيت كده، يعني حاطه شويه زيت زياده شويه في النص اهي. تمام كده كده، وادحرجها كده في الزيت كده واركنها على جنب. تمام.